الموسم ال 11 عباقرة المدارس ومباراة جميلة جدا في دور ال 32 نهائي مبكر. وهفكركم بالنتيجة. الشهيد أحمد حسين المنصورة 120، قلم شاه الفيوم 100. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور ال 16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال محمد نصر. اتفضل يا محمد. هنشوف محمد نصر والسؤال الأول لمدرسة الشهيد أحمد حسين، وموضوع السؤال إيه؟ لفة كاملة يا محمد. شكرا يا محمد، ارجع مكانك. علم، سؤال في العلم. في العلم يعني ممكن سؤال يبقى في الجغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. علم، والسؤال هو: من هو مقدم البرامج الأمريكي صاحب كتاب كيف نحصل دائماً على ما نريد؟ عشر ثواني. إيمان خاطر، دبسوكي إجابتك. دونالد ترامب. ده كان رئيس أمريكا مش مقدم برامج. إيمان، إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمود صابر. مارك توين. مارك توين طبعاً إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ستيف هارفي. ستيف هارفي يا جماعة، ستيف هارفي، عارفين ولا مش عارفينه؟ عارفين. كلكم عارفينه. السؤال الثاني أميرة، تفضلي أميرة. نشوف السؤال الثاني لمدرسة قلم شاه. أميرة سميدة، والسؤال الثاني جوكر. جوكر لقلم شاه. أميرة، تحبي تسألوا فيه؟ قدرات ذهنية بإذن الله. قدرات ذهنية. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 33 في 22 على 2 في 3 يساوي كام؟ خمس ثواني. مريم إجابتك. 361. إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالا. محمد محمود إجابتك. 1089. 1089 إجابة صحيحة. 1089 إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد. سؤال ما كانش سهل، وهارد لك، هارد لك يا مريم. برافو عليك يا محمد، سؤال ما كانش سهل. النتيجة اتغيرت 140 الشهيد أحمد حسين المنصورة، قلم شاه الفيوم 100. شهد عبد السميع، اتفضلي. السؤال الثالث، وهنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال إيه. مباراة صعبة جدا. السؤال الثالث معلومات عامة. سؤال في المعلومات العامة. لو الإجابة صح ألف مبروك، تأهلتوا لدور الستاشر. لو الإجابة غلط، لسه عندكم فرصة إن انتوا ترجعوا تاني في المباراة، ولكن لازم في الحالة دي تجاوبوا. معلومات عامة، والسؤال هو: عبد الله يعقوب بشارة هو أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، فما هي جنسيته؟ عبد الله يعقوب بشارة جنسيته إيه؟ خمس ثواني. محمد محمود إجابتك. عراقي. محمد محمود بـ20 نقطة، إجابة خاطئة.
عبد الله يعقوب بشارة جنسيته ايه؟ سعودي. سعودي. محمود صابر. اجابة خاطئة. للأسف الشديد إجابة خاطئة، والإجابة الصحيحة كويتي. هارد لاك لقلم شاه، لعبت مباراة قوية جدا، فرقت معاكو في آخر فقرة. كلنا نحيي مدرسة قلم شاه الفيوم. ألف مبروك الشهيد أحمد حسين، اتأهلتوا لدور الستاشر بعد مباراة صعبة جدا. قلم شاه كان ند طول المباراة وفرقت فعلا في آخر فقرة. سؤال قدرات ذهنية غير النتيجة. محمد محمود خطفت 20 نقطة، حسمت اللقاء في ماتش النهاردة. ألف مبروك الشهيد أحمد حسين. آخر سؤال علي. علي بكري اتفضل يا علي. علي بكري. السؤال الرابع، وهنشوف السؤال الرابع موضوعه ايه. فنون. سؤال في الفنون، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتاتي نقطة؟ دوس على البازل. فنون، والسؤال هو من هي المطربة السورية التي غنت تتر البداية لمسلسل نزار قباني؟ سؤال بثلاثين نقطة. مريم. أصالة. أصالة. أصالة بثلاثين نقطة يا مريم، إجابة صحيحة. أصالة فعلا هي اللي غنت تتر بداية مسلسل نزار قباني. نتيجة اتغيرت، 130 قلم شاه الفيوم، 140 الشهيد أحمد حسين المنصورة. الحقيقة فرق 10 نقط، والمستوى متقارب فعلا من أول المباراة لآخرها. قلم شاه أنا فعلا بشكركم، مستواكم فعلا كويس. وكالعادة أفضل لاعب محمود صابر ب 75 نقطة. كل مرة تلعب مباراة واحدة تحصل فيها على لقب أفضل لاعب. ما ينفعش يبقى عندي لعيب بيكسب أفضل لاعب في مباراة ويرجع تاني ويلعب ويكسب تاني أفضل لاعب في مباراة وما يلعبش على لقب أفضل لاعب. هتلعب على لقب أفضل لاعب الموسم 11. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 270 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 540 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 4,230,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. هارد لاك لقلم شاه، لعبت مباراة قوية جداً، وألف مبروك الشهيد أحمد حسين، اتأهلتوا لدور الستاشر بعد مباراة صعبة جداً. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.